ده يا جماعه تقريبا ما غسلش ودني بقالها اسبوعين ثلاثه، فحس فيها حاجه مش طبيعيه. راح للدكتور، الدكتور قال له انت في حاجه في ودنك ولازم اطلعها لك دلوقتي. لكن غريب ان انا عملت ديوتو قبل كده على فيديو زي ده وقالوا لي ان في راحه نفسيه كبيره جدا. اكتبوا لنا يا جماعه في التعليقات هل فعلا راحه نفسيه ولا لا.